كل التوفيق للنجم حسين الشحات وكل لاعبي النادي الاهلي. احنا كل مره كده هنجيب لحضراتكم حد من المتالقين. كريم نيدفيد احد اهم وابرز اللاعبين في النادي الاهلي. انا قريت حاجه كده ان كريم نيدفيد واحد من اللعيبه اللي عملت اول لعيب يعمل ريمونتادا على الجماهير بالفعل. لان كريم نيدفيد, وانا الحقيقه ما بتكسفش اقول هذا الكلام او ما بخافش اقول او بخاف اقول هذا الكلام, لانه كريم نيدفيد كان فترة من الفترات بسبب توظيفه الغير جيد ونزوله في التوقيتات الغير جيدة كان دايما كريم نيدفيد الناس بتحس ان هو اقل من مستواه الفني. ولكن دلوقتي كريم نيدفيد اثبت لكل الناس, اللي كانت بتتكلم على كريم بطريقة وحشة ان هو قد ايه هو لاعب جيد جدا. يلعب باك رايت ماشي, يلعب في وسط الملعب ديفندر ماشي, ما عندوش اي مشكلة. وبالتالي من اللعيبه اللي انا حابب الحقيقه الريمونتادا اللي عملها كريم نيدفيد مره اخرى على الجمهور, على حضراتكم, لانكم انتوا دايما اللي بتبقوا الـ اسمها ايه الـ بنعرف دايما منكم احنا كويسين ولا وحشين. انا يعني المعيار بتاعنا, يعني معيار النجاح بتاع اللاعب, انا اسف ان انا بقول بتاعنا لان انا الواحد دايما بيتذكر قد ايه وهو كان لاعب وكده, لكن الجمهور دايما هو بيبقى معيار نجاح اي لاعب, وهو بيشوف من خلال اللاعب, اللاعب نفسه بيشوف من خلال الجمهور قد ايه هو نجح في المباراه دي او في المباراه السابقه او كذا او كذا. فكريم نيدفيد الحقيقه احنا مثلا هنا معيارنا حضراتكم, لما بتبقوا قاعدين وبتتفرجوا على النادي الاهلي او على ملعب الاهلي وعلى كل قناه النادي الاهلي بنبقى مبسوطين, عايزين نعمل كل حاجه لحضراتكم, علشان اهم حاجه بالنسبه لنا هو معيارنا هو حضراتكم دايما تبقوا متواجدين امام الشاشه. عشان كده عايزينكم دايما تتفاعلوا معانا, وزي ما قلت لكم انا دايما وهكرر الكلام ده 100 مره, انا عندي هنا فريق اعداد من اقوى فرق الاعداد اللي موجوده الحقيقه, كلهم الحقيقه ناس محترمه وصحفيين كبار في اماكنهم, ولكن حضراتكم دايما بتبقوا النص الثاني, بتساعدوهم وبتساعدوني ان احنا نتكلم او هنتكلم في حلقه اليوم على ايه. طيب